السلام عليكم، اهلا وسهلا. هذه الذكرى ديال اللي تحتفل بها التاريخ المغربي ديالنا، اللي هي الذكرى ديال العيد العرش، يعني تاريخيا او زمان. الحمد لله المغرب يعني باقي في التاريخ ديالو، وباقي في العهد ديالو، وباقي في الثقافه ديالو. وكنحتفلوا بعيد العرش اللي هو العيد، اكبر عيد عندنا حنا، اللي هو ديال السلم والسلام. والحمد لله وسيدنا يعني الله يخليه لنا، الله يخليه بصحته، والله يخلي العائله الملكيه الصغيره والكبيره. ونتمنوا الشعب المغربي من طنجه حتى للقويره، داخل الوطن او خارج الوطن، السلم والسلام، وعيد يعني عرش المجيد، وعيش الملك، وعيش الشعب المغربي. تنميرت وشكرا. السلام عليكم. اولا كنقدم تهاني لجميع الناس اللي كيحتفلوا بهذه المناسبه، بمناسبه عيد العرش المجيد اللي كل سنه كنحتفلوا به. كنشكر جلاله الملك على هذه المبادره اللي كيدير لنا كل سنه، انه يعني كيخلينا اننا حنا نحسوا بهذا العيد بجميع الثقافات، بجميع البلدان، يعني كل شيء كيحاول انه يوصل هذه الرساله لجميع الدول وجميع المدن من الشمال حتى الجنوب. وشكرا بزاف، وكنتمنى دائما ان هذه المبادره تبقى دائما كل سنه ان شاء الله، والله يطول في عمر سيدنا. السلام عليكم. انا جيت نحتفل بعيد العرش، كيعجبنا عيد العرش بزاف بزاف. جيت انا وماما وبابا باش نحتفلوا بعيد العرش ماجي عاش الملك. السلام عليكم. تنتمنى لكم مباشر مبروكه سعيده، وتحت شعارنا الخالد الله على الوطن الملك. بعد عيد العرش نبغي نحيي كاع المغاربه، شرقا جنوبا غربا شمالا، وتحت الرئاسه ديال سعاده جلاله الملك نصر الله محمد السادس.